الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم جميعا يا اطبائي، يا رب تكون بخير وصحه وعافيه. محاضره جديده من محاضرات في النفس ستيب، بس في البدايه اذا الصوت واضح كتبوا لي اوكي حتى تبدا المحاضره ان شاء الله. طبعا بس بالبدايه قبل ما نبدا نشرح المحاضره حتى تكون واضحه، اليوم المحاضره ان شاء الله تكمله المحاضره السابقه اللي تكلمنا بها عن النفرون ترانسبورت ميكانيزم وتفاصيلها، واضافه عن الفارماكولوجي، وبعدها هذا الجزء الاول طبعا. بعدها نتكلم ان شاء الله عن الاسيد بيس ديس اوردرز ونحاول نفهمها بالتفاصيل، تفاصيل اكثر مما نحتاجها بستيب 1 باي ذا واي، بس افضل حتى واحد يفهمها حتى بالحياه العمليه ان شاء الله، بالطوارئ بالمستشفى بردها تعرف هذا الشيء. واضافه لهذا بنهايه المحاضره عندنا ان شاء الله راح يكون امتحان عباره عن 15 ام سي كيوز. هاي الام سي كيو عباره عن اغلبها على الفيزيولوجي، فبالتالي ان شاء الله نمتحنها بالاخير. اوكي تمام، قبل ما نبدا المحاضره، الكل شاف المحاضرات السابقه مع رينال سيستم خمسه تقريبا كلها شاف فيها؟ تمام، هاي كلش مهم خصوصا المحاضره السابقه لان هذه مرتبطه مع بعضها. اوكي، اذا نبدا محاضرتنا، احنا بالمحاضره السابقه تكلمنا عن النفرون ترانسبورت ميكانيزم، تكلمنا عن البروكسيمال كونفوليوت تيوبول، قلنا انه الموست اوف ري ابسوربشن سواء للصوديوم للبوتاسيوم للبيكربونات سواء كان للووتر يصير بالبروكسيمال كونفوليوت تيوبول. تكلمنا ايضا للجلوكوز والامينو اسيد يصير بها ابسوربشن عن طريق البروكسيمال كونفوليوت تيوبول، وعرفنا عن الكربونيك انهيدريز انهبيترز، عن قضيه الصوديوم والجلوكوز تو ترانسبورت اللي هي انتي دايابتيك ميديكيشنز تشتغل عليها، ايضا عرفنا الباراثايرويد هرمون والانجيوتنسين 2 كلها تشتغل على البروكسيمال كونفوليوتد. عرفنا اهم شيء، تركزنا ايضا على اللوب، وقلنا اهم شيء نعرف انه عثيك اسيندنج بورشن عندنا يشتغل شنو، تشتغل اللوب دايرتك، وفهمنا الميكانيزم اوف اكشن، وعرفنا انه اللوب دايرتك كسايد افكت ليش نشوف وياها عاده هايبر كالسيوريا وذ هايبوكالسيميا، فهمنا هذا الشيء بتفاصيله. تكلمنا بعدها عن قضيه الديستال كونفوليوت تيوبول، وقلنا انه الديستال كونفوليوت تيوبول يعتبر عاده السايت اوف اكشن اوف باراثايرويد اجين على مود يسوي لنا كالسيوم ريابزوربشن، واضافه الى هذا عرفنا هو السايت اوف اكشن اوف ثيازايد دايرتكس، وعرفنا انه الثيازايد هي اسمها ثيازايد، فعاده زيدنا الكالسيوم بالبلد تسوي لنا هايبر كالسيميا وتسوي لنا هايبو كالسيوريا، وفهمنا هذا الشيء. واخيرا حكينا على كولكتنج تيوبول، عرفنا انه عندنا برنسبل سيل، عندنا الفا انتركاليتد سيل وبيتا انتركاليتد سيل، وركزنا عرفنا التفاصيل الالدوسترون شلون يشتغل، الانتي دايتيك هرمون كل هذه حكيناها وفهمناها بالمحاضره السابقه. بالتالي المحاضره هي جزء بالبدايه هي تكمله المحاضره السابقه، نعرف انه قضيه الكونستريشن او الاوزمولارتي وين نشوفها هايست كونستريشن او اوزمولارتي. طبعا تشوفون انه الصوره احنا بالبدايه بالبروكسيمال كونفوليوت تيوبول عاده مثل ما عرفنا انه الفلويد يطلع عندي ايزوتونيك، ليش؟ لان عاده ريت اوف ابزوربشن اند سكريشن بين الووتر والسبستانس يكون عاده ان بالانس، فنشوف دائما يكون هو ايزوتونيك، فالفلويد دخل عندي بالبروكسيمال كونفوليوت تيوبول تقريبا الاوزمولارتي مالته 300 طلع نفس الشيء 300، لكن عرفنا انه بالديسندنج بورشن اوف لوب عاده هنا راح يصير جاست ري ابزوربشن اوف ووتر، فنتيجه الري ابزوربشن اوف ووتر عن مجرد دا اسحب الووتر اتوقع الكونستريشن الاوزمولارتي راح تزيد، فنشوف عرفنا انه احنا عاده الهايست اوزمولارتي نشوفها وين؟ نشوفها بالجنكشن بتوين اسندنج اند ديسندنج بورشن، هذا الشيء عرفنا. فبالتالي هاي بحالة in the absence of ADH، ليش؟ نرجع نشوف الـ ADH شوين يشتغل؟ الـ ADH إذا تتذكرون نحكي أنه كان الوظيفة مالته أنه هو يسوي لي شنو يشتغل على الـ collecting tubule عن طريق insertion of aquaporine channels فيسوي لي water reabsorption، فبالتالي من أسوي excessive water reabsorption البورشن اللي after absorption يصير hypertonic or hypotonic، الاوزمولاريتي الكونستريشن مالته شنو اخبارها برايكم؟ بالضبط انا دا اسحب ووتر فتبقى بس الاوزموتيك اكتف سبستانس، فاتوقع انا راح يصير عندي هايبرتونيك انكريز بالاوزمولاريتي. بالضبط، بالتالي نشوف المكتوب عندنا باعتبار احنا هسه حكينا ونفتهم انه الاي دي اتش وين يشتغل؟ تذكرون احنا من حكينا بالاناتومي قسمنا الكدني، قلنا نقسمها الى كورتكس ومادولاري بورشن. الكورتكس كنا عاده نشوف بيه البروكسيمال كونفوليوت تيوبول، الجلوميرولاي نشوفها بالكورتكس والديستال، بينما موست اوف ذا لوب
والكولكتنج تيوبول عاده نشوفها وين؟ بالميدولاري بورشن. وافتهمنا انه هذا عباره عن خلينا نقول هذا الكات سكشن. اذا نكمل هاي الصوره نتوقع راح نكمل عن طريق الماينر كاليكس بعدها ميجر بعدها بلبس بعدها يورتر. وافتهمنا هذا الشيء بالتفاصيل. فبالتالي الاي دي اتش حتى نعرف الاي دي اتش ده يشتغل على هذا البورشن فهو يشتغل على الميدولاري بورشن اوف ذا كولكتنج داكت. اوكي عاده الفانكشن مالته هو مينلي ووتر ري ابزوربشن وممكن يسوي لي يوريا ري ابزوربشن بس هي مينلي ووتر ري ابزوربشن عن طريق اكوابورين شانل انسيرشن. فبالتالي نتيجه لهذا الووتر ري ابزوربشن مثل ما قلتوا راح يصير عندي كونسنتريتد يورين. هاي النقطه الاساسيه. طبعا هنا هاي النقطه كلش مهمه نعرفها ونركز عليها. ان ذا بريزنس اوف اي دي اتش يعني اذا البيشنت مثلا ايا كان الكوز مال اي دي اتش سكريشن احنا عرفناها وفهمناها من الاندوكراين وان شاء الله اللي ما حضروا اندوكراين ليتر وان يحضروا ويفهموا هذا اكثر. ان ذا بريزنس اوف اي دي اتش الكولكتنج داكت عاده تعتبر هي الموست كونستريتد فلويد ان ذا نفرون. هذا البورشن بالكولكتنج داكت يعتبر هو الموست كونستريتد فلويد ايفن مرات يصعد اكثر من 1200. فبالتالي انت بالسؤال من يجيب لك كيس سيناريو ينطيك فكره انه هذا ان ذا بريزنس اوف اي دي اتش ويقول لك يا هي الهايست كونستريتد بورشن تختار كولكتنج داكت. لكن اذا ابسنس اوف اي دي اتش راح نشوف الموست كونستريتد portion هو الجنكشن between ascending and descending portion of the loop. فبالتالي the presence of ADH collecting duct هي تعتبر highly constricted portion of nephron. okay بالمقابل يا هو خلينا نقول lowest concentration عرفنا هذا بالdistal convoluted tubule. عادة نشوف هو عادة بالascending ممكن هنا هذه نشوف هاي البورشن بس هي mainly بال first portion أو the early part of the distal convoluted tubule يكون هو the most diluted portion. اوكي طيب اذا ما عندي اي دي اتش راح اشوف انه الجنكشن بين الاسيندينج والديسيندينج هو يكون الموست كونستريتد بورشن. هاي النقطه الاساسيه. بالمقابل يا هو راح يكون ديليوتد راح يكون الكولكتنج داكت لان ما عندي اي دي اتش. اوكي لكن مع هذا ما تقدر تقول انه هو الموست ديليوت كولكتنج داكت. هاي ماخوذه من اليور ذاكره بس ستيل انه عاده تعتمد انه الديستال كونفوليوت تيوبول ستيل الايلي بورشن مالته هو يعتبر الموست ديليوت وان. بس اذا ماكو طبعا اي دي اتش ممكن نقول انه هذا البورشن يكون قريب له بس بصوره عامه تعتمد انه الديستال كونفوليوتد يعتبر هو الموست ديليوتد بورشن. فبالتالي احنا هسه اعتقد صارت واضحه الفكره. اذا ما عندي اي دي اتش الموست كونستريتد بورشن هذا. اذا عندي اي دي اتش موست كونستريتد بورشن هو هذا. تمام هاي النقطه الاساسيه ركز عليها. وعاده الموست ديليوتد بورشن هو خلينا نقول الفيرست بارت او الايرلي بورشن مع الديستال كونفوليوت تيوبول. هاي النقطة واضحة اكو مشكلة؟ طبعا تكلمنا عن قضية رينال تيوبولار ديفكت وعرفنا الفانكوني سيندروم. احنا عندنا جنرالايزد ري ابسوربشن ديفكت وعرفنا هذا الشيء بالبروكسيمال كونفوليوت تيوبول. البارتر سيندروم عرفنا انه عبارة عن دي مشكلة انه البيشنت بياخذ كرونيك لوب دايرتيك. فعرفنا البيشنت يجيني الكالوسيس يجيني عاده ممكن هايبر كالسيوريا هايبوكالسيميا. قضيه الجيتال مان قلنا كانه البيشنت بياخذ ثيزايد دايرتيكس. واخيرا تكلمنا عن ليدل سيندروم اللي عرفنا احنا عباره عن جين اوف فانكشن عباره عن ميوتيشن نسميه احنا جين اوف فانكشن نتيجه للانكريز الفانكشن اوف صوديوم شانل. فبالتالي اتوقع يزيد عند الصوديوم عرفناها وفهمناها وكنا الدايركت التارجت مالتنا بالتريتمنت انه نقطه درج يشتغل على الصوديوم شانل اللي هو كان الاميلورايد او بالتحديد اشهر شيء هو الاميلورايد وكان اذر ميديكيشنز. واخيرا عندنا السندروم اوف ابيرنت مينرال كورتيكويد اكسس اللي هي كانت عندنا مشكله بالاتش سي دي. اوكي اني انا عندي مشكله كان بالشيء اللي كان المفروض يحول لي الكورتيزول او سوري الكورتيزول لا كورتيزون. فبالتالي الكورتيزول عند عاده اكسسيف مينرال كورتيكويد اكتيفيتي. فبالتالي كان التارجت مالتي انه انطي بوتاسيوم سبايننج دايرتكس وحرفناها وحكيناها بالمحاضره السابقه. نيجي هنا قبل ما نشرح هذا التيبل او الدايجرام او الجرافس اللي تشوفوا قدامكم ارد اسال سؤال. انا عندي مثلا هنا خلينا نقول هذا اي تيوبول ايا كان مكانه وافترض اني عندي هنا الماده الكونسنتريشن مالتي كانت 10 على 100. اوكي ورا فترة هنا وصلت صار بيها الكونستريشن مالتها مثلا زاد ما بدي اقول الرقم لان عندي تارجت من ما اقول
بس اقول لك انه الكونستريشن مالته هنا مثلا مو كان 1%، سوري 1/10 نبدا نقول. قلت لك هنا صار الكونستريشن مالته 2/10 بغض النظر عن شلون تفاصيل، ما اذكر الرقم حتى ما تكون واضحه. انتم برايكم على طول هذا الخط شنو الشغلات اللي ممكن تزيد لي الكونستريشن مال هاي ماده؟ اي هنا كانت 0.1 وهنا صارت 0.2، شنو ممكن يزيد لي الكونستريشن مالته؟ بالضبط عندي شغلتين، الشغله الاولى قلتوها صح، ممكن اذا انا على طول هذا الخط صار عندي ووتر ري ابزوربشن، يعني اسحب ووتر، فبالتالي من كان عندي 10 على 100 هنا مثلا صار عندي 10 على مثلا 10 على 50، اوكي مثلا، فبالتالي صار زياده بالكونستريشن مالته. اي اوكي، النقطه الثانيه اللي ممكن تزيد لي الكونستريشن مالته شنو؟ بالضبط اذا صار عندي secretion of this substance، بيصير عندي secretion of this substance بالضبط، فبالتالي بدل ما كان عندي 10 على 100 ممكن صار عندي 20 على 100. فبالتالي من هذا حكيكم افتهم انه اذا اشوف ماده زايد بها concentration مو دائما افهم انه هذه الماده بيصير بيها عاد secretion، ممكن يصير بيها secretion وممكن عاد reabsorption مالتها اقل من reabsorption of water، فبالتالي بيزيد بها concentration. فبالتالي اما عندي هاي الماده اللي يصير بها سكريشن، النقطه الثانيه اللي يصير ري ابزوربشن اوف ووتر اكثر من ري ابزوربشن اوف هاي الماده. متفقين على هذا المنطق؟ اوكي ماكو اي اشكال، واضح؟ تمام. اذا هسه ما دام هذا الشيء واضح اعتقد كلش هذا الجراف اللي قدامكم كلش واضح، وهذا على فكره هذا الجراف كلش مهم تعرفون كل بورشن مالته شنو. ليش؟ لان هوايه عليه اسئله وتوقع ممكن يشوفها بالامتحان يجيك السؤال، فبالتالي هسه راح نفتهمه ونعرفه بشكل اوضح. بدي اقول لك انه بالبدايه اذا قلنا هذا الخط الاسود اللي تشوفوه بالنص، احنا عاده مثل ما قلنا اي جراف اي دايجرام اي مخطط اول شيء افكر به واعرف شنو اول خطوه بالسؤال اعرفه به، اباوع على الفيرتيكال والهوريزونتال اكسس شنو عندي حتى افتهم ايش دي يصير. فأول شيء الهوريزونتال ايش عندي؟ يعني عندي distance of the along the proximal convoluted tubule length، يعني على طول the proximal convoluted tubule ايش يصير change بالconcentration of this substance. بالمقابل بيقول لك انه ال vertical axis شنو عندك؟ عبارة عن tubular fluid concentration على ال plasma concentration. اوكي يعني بين قوسين الحالة الطبيعية اذا ما بدي اقول لك هاي بيصير بها filtration وما بيصير بها absorption ولا secretion، او ممكن اقول لك السكريشن والابزوربشن مالتها بنفس الريت مال السكريشن اوف اور ابزوربشن اوف ووتر. برايك هاي التيوبولر فلويد على البلازما كونستريشن مالتها ايش قد راح يكون؟ بالضبط راح يكون واحد، باعتبار هو راح يبقى نفس الشيء ما راح تتغير، فبالتالي اجي على التيوبولر فلويد كونستريشن. اوكي مثلا اذا كان عندي 5 وكان بالبلازما كونستريشن مالتها 5 يطلع لي النتيجه 1. طيب انا اذا ماده اجيت وقلت لك لا هاي مالتها tubular fluid concentration على البلازما concentration مالتها كان 1.5 مثلا، هاي الماده شنو تفسر لي اياها انت برايك؟ ممكن يصير بيها شنو شغلتين تنطيوني؟ بالضبط هذه الماده ممكن دي يصير بيها secretion فدي يزيد بيها concentration مالتها، وممكن النقطه الثانيه انه دي يصير water reabsorption بريت اعلى من السبستانس ريابسوربشن فيزيد بها الكونستريشن. هذا القضيه السكريشن والريابسوربشن، هذا المصطلح حسه واضحه لحد الان؟ اوكي جاوبوا كلكم تفاعلوا لان محاضره اليوم بها اسيد بيس ديسوردرز وهاي الشغلات كلش ضروري انتم تجاوبوا تكونوا مفتهمين. تمام اذا احنا متفقين، فبالتالي نرجع نشوف الكتاب ايش يقول. يقول انه من اجي اشوف اعتبر هذا الخط الاسود اللي قدامي واحد، اوكي هذا اللي قدامكم خط اعتبره واحد، اي ماده اشوفها اعلى من هذا الخط يعني سواء كانت هيك الكونستريشن مالتها بهاي الطريقه ايا كان عندي شنو معناها؟ يقول لي اما هذه الماده اللي هي السوليوت بيصير فيها ري ابزوربشن ليس كوتلي ذان ووتر، يعني بين قوسين بيصير ووتر ري ابزوربشن، اذا صار ري ابزوربشن الخمس وحدات من الووتر هاي الماده ممكن يصير بها 2 ممكن 3 ممكن 4 بس ما توصل 5،
فنتيجة لهذا دي يزيد الكونستريشن مالتها على طول التيوبول. أوكي هاي النقطة الأولى. أو ممكن هذه المادة دي يصير بها سكريشن، وبالضبط هذا اللي أنتوا قلتوا بالمنطق، أنتوا حكيتوا قبل ما تكون الموضوع قلتوا جاوبتوا هذا الشيء. طيب شنو عندي هاي المواد؟ هاي المواد طبعا نرجع نتذكر، خليها ببالك، هاي المواد هي المواد اللي كنا نستخدمها خلينا نقول بالرينال سيستم. يعني شنو؟ حتى تحفظوها بالبداية بهاي الطريقة وبعدين نعرف واحدة واحدة بالتفصيل. البارا أمين هو بيوريك أسيد، كنا نستخدمه بشنو؟ الكليرانس مالته. بالضبط نقيس الرينال بلازما فلو. عاش تيدكم. الانيولين كنا نستخدمه بشنو؟ نحسب الجي اف ار. الكرياتينين ايضا كنا نحسب الجي اف ار، وعدام نحندز بلاد يوريا سيرم كرياتينين بالرينال فانكشن تيست بالمستشفيات. فانتوا احفظوها بهذه الطريقه، هاي السبستانس دائما نشوفوها اعلى من الواحد وراح نعرفها هذه التفصيل. بالمقابل ضيف وياها الكلورايد جاست وذاتس ات. بالمقابل شنو السبستانس اللي دي يصير بيها؟ قبل ما اشرحها خلينا نشوف نرجع على الواحد، شنو معنى الواحد؟ يقول لك الواحد معناها انه هذه السبستانس يا اما ما دي يصير بها سكريشن، او الافضل انه تقول انه هذه السبستانس او السوليوت دي يصير بها ري ابزوربشن the same rate of water reabsorption. اوكي هاي النقطه الاساسيه، يعني اذا صار عندي reabsorption of water 10 وحدات يصير هذه الماده اللي يسميها reabsorption 10% مثلا. اذا صار عندي مثلا secretion للwater 5% هاي الماده اللي يسميها secretion 5%، فيبقى عامل concentration مالتها عاده related to the water، فده اشوفها انه هي عاده تشوفها عاده بالخط واحد. اوكي هاي النقطه. طيب الماده اللي اقل، اللي اقل من واحد، ايش تتوقعوا ايش يصير بيها؟ معناها هذه الماده عاده بيصير بيها ري ابزوربشن بريت اعلى من الووتر، وهذا اعتقد حكينا. خلينا نحكي هذه مثلا، احنا من قلنا خلينا نتفق انه احنا حكينا الجلوكوز قلنا عاده يصير بيها ري ابزوربشن مش قد نسبه بالانسان الطبيعي، ما احكي عن دايابتيك بيشنت او بيشنت مثلا بريجننت فيميل، بالنورمال بيرسون مش قد الجلوكوز يصير بيها ري ابزوربشن بالبلازمال كونفوليوتد تيوبول. بالضبط 100% يصير بيري ابزوربشن، فعاده النتيجه لهذا على طول التيوبول دا نشوف الووتر دا يصير بيري ابزوربشن في الكونستريشن مالته دا يقل، فبالتالي دا تشوفون انه هذا على طول البروكسيمال كونفوليوت تيوبول الووتر الى حد ما صار 100% ري ابزوربشن. اوكي يعني بحيث ما بقى عندي ووتر بعد ما دا اشوف عندي سوري جلوكوز باليورين. هاي النقطه متفقين عليها. الامينو اسيد تذكرون من حكينا قلنا الامينو اسيد والجلوكوز عاده يصير بيها كومبليت ري ابزوربشن بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبول وبريت اعلى من الووتر، فبالتالي تشوفون انه هذه ايضا يصير بيها ري ابزوربشن along the proximal convoluted tubule فتشوفها اقل من واحد. بالمقابل HCO3 البايكربونات قلنا احنا الغالبيه 2/3 من عنده يصير بيه ري ابزوربشن بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، ومو بس هذا عاده هذا الريت اوف ري ابزوربشن يكون مور كويكلي ذان ووتر، فنتيجه لهذا الشيء عاده نشوف هذا الكونستريشن مالته كتيوبولار فلويد على بلازما اقل من واحد. هاي النقطه الاساسيه اللي نفهمها، فبالتالي انت مو شرط تفهمها بالتفصيل، جست خلي ببالك جلوكوز امينو اسيد بايكربونات هي ليس ذان 1، اخلي ببالي هاي المعلومه كلش مهمه. طيب نجي نشوف شيء شيء ونعرف هذا الشيء. اول شيء نحكي على البارا امينو هيبيوريك اسيد. اذا تتذكرون من حكينا عن البارا امينو هيبيوريك اسيد قلنا الميزه مالته شنو هو؟ يصير بيه فلتريشن صح، بس ليتر اون يصير بيه تقريبا كومبليت سكريشن. تتذكرون هذا وش رسمنا الرسم وعرفنا هذا الشيء، فبالتالي نتيجه لهذا نشوف ان الكونستريشن مالته دا يزيد بشكل ضربي. اوكي ليش؟ لان ببساطه دا يصير بيه تقريبا اجين سكريشن with maximal amount، فبالتالي تشوف ان الكونستريشن مالته دا يزيد. الكرياتينين من قلنا انه احنا استخدمناه نشوف عاده نشوف الجي اف ار، ليش؟ لان قلنا انه هو عاده يصير بيه فلتريشن with minimal amount of secretion، فبالتالي ممكن هاي المينيمال amount of secretion نقدر نهملها ونستخدمها بقياس الجي اف ار بدل النيولين، فبالتالي تشوف انه الكرياتينين والنيولين كلش ريليتد تو ون اذر، بس شويه الكرياتينين اعلى من الانيولين بشنو؟ بهذا المينيمال اماونت اوف سكريشن بتصير، فتشوف الجراف مال الكرياتينين اعلى من الانيولين. طيب هنا عاد اسالكم سؤال، احنا المفروض حكينا وشرحنا قلنا الانيولين تعتبر تيبيكال سبستانس استخدمها قياس الجي اف ار. زين وقلنا ليش تيبيكال هي كانت؟ لان ببساطه ليس بيها سكريشن ولا ري ابزوربشن. طيب هنا الكونستريشن مالتها اذا اشوفها اكثر من واحد شنو السبب هنا؟
هي ما دا يسبيها لا سكريشن ولا ريابزوربشن. ها قلنا الانيولين وقتها كانت هي التبكال سبستانس استخدمها لقياس الجي اف ار، ليش؟ لان لا يصير بها ريابزوربشن ولا يصير بها سكريشن. بس بالمقابل من دا اشوف الجراف دا اشوف هذا الواحد الانيولين دي كانه دي يصير دي يزيد بالكونسنتريشن، ليش دي يصير بالكونسنتريشن بهالحال؟ بالضبط عاشت ايدكم، لان انا دي يصير عندي ريابزوربشن اوف ووتر اكثر من الانيولين، فبالتالي نتيجه لهذا عندي يصير عندي ريابزوربشن اوف ووتر في الانيولين كونسنتريشن مالتي دا اشوفه دي يزيد. والكرياتينين نفس القصه بس شويه اعلى، لان قلنا انه هو عندي ممكن مينيمال اماونت دي يصير بيها سكريشن، فشوف الجراف مال الكرياتينين راسم لك اياه اعلى من الانيولين. تمام، طبعا اليوريا وقضيتها انه هي اكثر شيء يصير بها ريابزوربشن عن طريق الاي دي اتش بالبستر كونفوليوتد سوري بالكونكتنج داكت تفاصيلها، بس خلي ببالك ان اليوريا اجين تعتبر مور ذان 1 هي والكلورايد، هاي خلوها ببالكم نقطتين. وحكينا عن البقيه هاي التيبل خلوها ببالكم انه اتذكر الاشياء اللي استخدمها خلينا نقول بالرينال فانكشن سواء البارا امينو هيدروك اسيد الانيولين كرياتين يوريا واضيف فيها كلورايد. الكلورايد باي ذا واي هسه راح نحكي فيها بالاسيد بيس ديسورد اللي يفيدنا، فبالتالي هاي السبستانس اللي استخدمها اخليها دائما تكون مور ذان 1 على طول البروكسيمال كونفوليوتد، بدنا نحكي على مستوى البروكسيمال كونفوليوتد. بالمقابل ليس ذان 1 هي الجلوكوز الامينو اسيد والبايكربونات. وهنا دا يقول انه التوبولار انيولين دا اشوف دا يزيد كونستريشن، بس هو بالواقع الاماونت مالته ما زادت ولا صار في سكريشن ولا شيء، بس دي يصير بيزيد الكونستريشن. ليش؟ لان ببساطه دي يصير عندي ووتر ري ابزوربشن مور كوكلي مور ذان اني وصل نيولين ما يصير بي ري ابزوربشن، فاشوف الكونستريشن مالته دا يزيد. اوكي، بالمقابل اللي عندي تقريبا اعتبرها واحد او قريب من الواحد هي اشهر تو سبستانس عندي كالكترولايت اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم. هاي المادتين سكريشن ري ابزوربشن قريب من الواتر، فبالتالي شوفها دائما تقريبا ماشيه بنفس الخط. اوكي، وهنا دا يقول لك دا يحكي لك على الكلورايد ري ابزوربشن، يقول لك الكلورايد ري ابزوربشن عاده يصير بسلور ريت دان صوديوم ري ابزوربشن. اوكي، نتيجه لهذا لان هو الري ابزوربشن مالته اقل، فتشوف انه عاده الكلورايد اعلى من الصوديوم. هاي النقطه الاساسيه. اوكي، هاي النقطه المهمه كلش نفتهمها. هذا الجراف واضح عندكم؟ يعني اذا راح نشوف راح نمر على سؤال باي ذا واي يجيب لك مثلا يجيب لك خطين من هذه اي واحده، مثلا يختار البار امينو هيدروك اسيد ويختار الامينو اسيد. اوكي، ويقول لك برايك هاي الماده 1 و 2 هي تقابل يا مادتين ويريدك تعرفها، فبالتالي خلي ببالكم على الترتيب، اخلي ببالي واعرفها واحفظها. عندي الموست خلينا نقول الهايست 1 هو البار امينو هيدروك اسيد، بعده يجي الانيولين والكرياتينين، بس الكرياتين اعلى شويه لان بيصير بي سكريشن، بعدها اليوريا والكلورايد. القريب من الواحد هي الصوديوم والبوتاسيوم. بالمقابل اللي اقل مثل ما قلنا عاده الجلوكوز هو اكثر شيء يصير بي ابزوربشن بالبروكسيمال تيوبول، فنشوفه هو خلينا نقول الاقل واحد. الامينو اسيد ايضا موستلي او 100 تقريبا بيرسنت يصير بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، فنشوفه كلش ريليتد للجلوكوز. واخيرا البايكربونات قلنا تقريبا 65% من عنده يسبي ريابزوربشن بالبروكسيمال تيوبول، بس المشكله انه عاده الريت اوف ريابزوربشن اكثر من الواتر، فبالتالي النتيجه لهذا شوفها ليس ذان 1. واضح هذا الجراف؟ المشكله لحد الان لو تمام. تمام، نكمل المحاضره ونشوف الجراف الثاني اللي هو قريب من هذا نفس الفكره تقريبا، بس مجرد دا يحكي هاي على مش هذا من اللي وار طبعا هذا الجراف اللي راح تشوفه دا يحكي على مستوى النفرون اتول، ما دا يحكي جاست على البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، فبالتالي هاي النقطه ميزوها. دا شوف هناك كان عنده جاست بروكسيمال تيوبول، احنا دا يحكي عن البروكسيمال على اللوب على الديستال على الكولكتنج سيستم. نشوف اجين الفيرتيكال اكسس هو نفسه تيوبولار فلويد كونستريشن على البلازما كونستريشن، نفس القصه دا يحكي عنها. دا نشوف اول شيء خلينا نحكي عن شيء الجلوكوز بالبدايه تشوفون انه هو تقريبا جاست اشوف البروكسيمال تيوبول، ليش؟ لان هو عاده مثل ما قلنا 100% يصير بي ري ابزوربشن بالبروكسيمال تيوبول. اذا بدي اضيف لهذا الجراف اللي قدامي اقدر اضيف صف الجلوكوز، شنو برايكم يا ماده؟ تمشي تقريبا نفس الجلوكوز بالضبط، عشتيتكم اقدر اضيف هنا
امينو اسيد. بالضبط، الناس انتم فاهمين الفكره صح. اوكي، عاش ايدكم. تمام. طيب بنشوف هذا تقريبا، اذا خلينا نتفق على شيء واحد، كل ماده بيصير عندنا صح، احنا الصوديوم مثلا اوكي، ومثلا حتى خلينا نقول وياه البوتاسيوم، المفروض عاده كان هو عباره عن خط مستقيم، مو صحيح؟ من شفناه بالبروكسيمال تيوبول، هاي البيك او البلاتو اللي نشوفه هنا، شنو السبب مالته؟ انتم اللي حضر نفرون ترانسبورت خلي يجاوبني هذا، تتوقعون هذا ويا بورشن باللوب اللي سوى لي هذا خلينا نقول البيك او البلاتو؟ بالضبط الديسيندينج بورشن، الثين بورشن اوف ديسيندينج لوب. ليش؟ اللي كان يصير بيه ووتر ري ابزوربشن، فتشوف انه كل السبستانس تقريبا يصير بيها ابورد سلوبينج بهذا البورشن. ليش؟ لان بصير يصير عندي ووتر ري ابزوربشن. بالضبط، وبالمقابل هاي السبستانس ما يصير بيها ري ابزوربشن، فتشوفون هذه كلش واضحه. بالمقابل تشوفون هذا ويا تقريبا خلينا نقول الديستال بورشن مال الاسيندينج لوب اوكي، والايرلي بورشن مال الديستال كونفوليوت تيوبول تشوفون الكونستريشن مالتها قل. ليش؟ لان ببساطه تتذكرون هاي حتى نرجع تشوفوها وما تنسون هاي المعلومه اللي شرحناها وهم نتذكرها. او مثل ما عرفنا بالثين ديسيندينج بورشن اوف لوب عباره هو ري ابزورب اوف اتش 2 او وامبرميبل تو صوديوم اوكي، فبالتالي تشوف انه هاي الماده اللي يصير بها عاده الكونستريشن مالتها يصير بلاتو بهذا البورشن. بالمقابل بالديستال كونفوليوت تيوبول كان امبرميبل تو اتش 2 او، فبالتالي نشوف النتيجه لهذا، نشوف هاي المواد كانه تحس انه الكونستريشن مالتها بالمقارنه اقل. وهذا نفس الفكره هاي عباره، احنا مجرد اللي حكيناه رسمناه على جراف لا اكثر ولا اقل. بالمقابل الانيوالين والكرياتينين دائما يصير بها سلايت سكريشن، وعاده مثل ما قلنا الري ابزوربشن اقل من الوتر، فشوف عاده الكونستريشن مالتها يزيد على طول التيوبيولز، رغم انه مقارنه هنا بهاي المنطقه نشوف انه كانه وصل كبلاتو وما دا يزيد بيه وراها رجع يزيد، وعرفنا هذا ليش دي يصير عندي. وحتى البرا ماني هو بيوريك اسيد رغم انه هو دي يصير بيه سكريشن، بس اجين نشوف انه هاي الماده وصلت هاي المنطقه صار فيها بي او بلاتو وتوقفت وراها رجعت، عرفنا هذا الشيء ليش دا يصير. هاي الفكره من نحكي النفرون ترانسبورت، نفتهمها نعرف ايش دا يصير، فبالتالي اي جراف مجرد اني اتخيل افتهم اقدر اجاوبه ما عندي اي اشكال. فبالتالي هاي الجرافين واضحه اكو مشكله تمام الامور. اوكي عاش ديتكم. طبعا احنا حكينا عن رنين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، حكينا عن الاندوكراين فانكشن اوف ذا كيدني، حكينا عن الالكترولايت ديستربنس بالمحاضره السابقه، والبوتاسيوم ابنورمالتي بالمحاضرات السابقه. بقت الاشياء عباره عن تجميع عن كل اللي حكيناه، وانا راح ابدي اسالكم. طبعا انا ما علي بالموضوع كله، اذا اسالكم انا عندي رنين وقلنا الرنين كان يحول لي الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين، وانجيوتنسين كان يتحول عن طريق انجيوتنسين كونفرتنج انزيم الى 2، وبعدها يطلع لي البوستيرون عن طريق الاضافه الى هذا الانجيوتنسين 2 كان عنده ملتيبل فانكشن. فبالتالي اريد اسال سؤال، برايكم الشخصي اذا كان عندي رنين سكريتنج تيومر، واعتقد هذا مر علينا قبل من حكينا بالاندوكراين، اذا الان عندي تيومر بده يسوي سكريشن للرنين، برايكم اخبار منو راح يزيد من هاي السبستانس، منو راح يقل، شنو التفاصيل برايكم شنو راح يصير عندي؟ الرنين اول شيء راح يزيد لو يقل؟ انتم قولوا لي جاست اللي يحب، حتى مو اب اور داون، اذا ابغى اعرفها يعني سهم للاعلى راح يزيد الرنين. طيب الانجيوتنسين بانواع 1 و 2 راح تزيد بالضبط، والدوستيرون شنو اخباره؟ ايضا راح يزيد. تمام عاش ديتكم. طيب اذا كان عندي كيس هايبر الدوستيرونيزم برايمر، عندي ادرينال ادينوما، ادرينال هايبر بليجيا، ادرينال كارسينوما، اي شيء دا يطلع لي الدوستيرون، برايكم ابدي اول شيء رنين اخباره راح يزيد لو يقل؟ بالضبط، انا عندي هاي الفيدباك ميكانيزم نفتهمها راح يقل الرنين. طيب الانجيوتنسين 1 و 2 اخبارها شنو؟ داون بالضبط راح تقل. الالدوستيرون بالضبط، انا عندي تيومر او ادينوما تطلع لي الدوستيرون فاتوقع راح يزيد، عاش جيتكم. بالضبط هذا اللي
اللي نحكي عنه، وهذا اللي دي يقوله طبعا هنا اول شيء. هذا عندي رنين سكريتي تيومر، توقع البلاد بريشر شنو اخباره؟ بيزيد عندي الالدوستيرون، بيسوي لي صوديوم هاي الواتر ريتينشن، فيسوي لي هايبرتينشن. بيزيد عندي الانجيوتنسين اللي هو فاس كونستريكتر، فيسوي لي هايبرتينشن. هاي نعرفها. نفس الوقت البلازما رنين اخبارها هو رنين سكريتي تيومر، فاشوف الرنين صاعده. الالدوستيرون شنو اخباره؟ انا عندي هذا السيستم كله راح يصير بي اكتيفيشن، فاشوف الالدوستيرون ايضا هاي بالضبط. البرايمري هايبر الدوسترونزم ريجاردلس ذا كوز، سواء ادينوما هايبر بليجيا كارسينوما، اتوقع البلاد بريشر اجين هاي. الرنين نتيجه الفيدباك ميكانيزم، انا عندي اكسسيف الدوسترون برودكشن راح اقل الرنين يقل، وفتهمنا هذا الشيء، والالدوسترون راح اشوفه هاي بالضبط. عاشتيكم. طيب هنا نجي نرجع على السندروم اوف انوبروبريت انتداد هرمون سكريشن. برايكم الشخصي انتم ليش دي يصير عندي ممكن البلاد بريشر ده يقول لك انه هو يا اما نورمو تنسيف او هايبر تنسيف؟ ليش ده يصير هذا عندي؟ ليش ما اقول هو هايبر تنسيف يعني وخلاص؟ بالضبط، لان انا ميلي ده يصير ري ابزوربشن اوف ووتر وما ويا الكترولايت، فهذا الفلود اوفرلود ممكن تسوي لي هايبر تنشن. بس مرات البيشنت عادي ممكن تشوفه نورمو تنشن. اوكي، هاي النقطه الاساسيه اللي نريد نعرفها. فانت اذا هذا الشيء البيشنت اجاك شفته هايبرتنسيف او نورموتنسيف، اتس اوكي تمام. طيب بلازما رنين ليش تنشوفها قليله برايكم؟ هل هي منطق انه اشوفها قليل ولا لا؟ بالضبط، انا بس مجرد افكر هاي الشغله، افكر انه انا عندي شنو الاستيمولاس اللي كانت تسوي لي رنين برودكشن، ديكريز صوديوم او سوري ديكريز صوديوم ديليفري تو ماكولا دينس. انا عندي مشكله بالاي دي اتش بالصوديوم، ما لها علاقه بالصوديوم. طيب دي سنت ديكريز رينال بيرفيوجن، لا اصلا دي اكو فلويد اوفرلود، فعلا ما عندي مشكله بالرينال بيرفيوجن. نيجاتيفيتي بيتا 1 لا، فبالتالي الرنين بالعكس انا لان هاي نتيجه الفلويد اوفرلود الرنين نحاول نقلل من عنده، فبالتالي بالضبط راح اشوفه لو والرنين من لو اتوقع على الالدوستيرون نتيجه لهذا الشيء راح يكون بالضبط. عاشتيكم. طيب نيجي على البارتر سيندروم. البارتر سيندروم ببساطة بقتها من حكينا وتكلمنا عنه. البارتر سيندروم هو شنو يشتغل؟ كأنه دا أحكي عن شنو؟ دا أحكي عن بالضبط عن اللوب دايرتك. فبالتالي هذا اللوب دايرتك دا يسوي لي شنو؟ loss of electrolyte و loss of water. وعرفنا الميكانيزم of action مالته عن طريق صوديوم بوتاسيوم to chloride channel كان يسويها inhibition. اوكي، فبالتالي نتيجه لهذا انا افقد صوديوم، دا افقد بوتاسيوم، دا افقد تو كلورايد. فاتوقع البلود بريشر ممكن اشوفه شنو هنا بهالحاله؟ بالضبط ممكن اشوف هايبوتنسيف، بس هم رغم انه ما يركزون عليه دائما بس ممكن اشوف هايبوتنسيف. بالضبط. طيب اخبار الرنين انتم برايكم؟ بالضبط، انا دا افقد فلويد، دا افقد صوديوم، فبالتالي كل هذه تعتبر كستيميليشن حتى يصير عندي رنين برودكشن، فيزيد الرنين وبشكل متوالي راح يزيد الالدوستيرون. بالضبط عاشتيك. حتى الجيتلمان سندروم هو نفس الفكره، دا افقد اني كان يشتغل على صوديوم كلورايد شانل بالديستال كونفوليوت تيوب والجيتلمان، نفس المشكله، انا دا افقد فلويد، دا افقد صوديوم، نتيجه لهذا ايضا راح يصير عندي ممكن هايبوتنشن. later on راح يصير activation للرنين angiotensin aldosterone system فيشوفها elevated، وهذا اللي نحن نتكلم عنه. البارتر عاده البلد بشر ممكن يركزون عليه، بشوف بلازما رنين راح تشوفه هاي، الالدوسترون هاي، نفس الشيء جيتلمان. راح يميز لنا النقطه الاساسيه شنو؟ اليورين كالسيوم، او خلينا نقول نضيف وياها البلازما كالسيوم هنا حتى ما ننساه. راح يا هو راح يسوي لي انكريز بلازما كالسيوم برايكم؟ يسوي لي هايبر كالسيميا. بالضبط، اللي يشتغل نفس الثيازايد اللي هو الجيتلمان سندروم، فبالتالي اشوف البلازما كالسيوم هنا راح يزيد، بالمقابل البارتر راح اشوف البلازما كالسيوم راح يقل، واليورين بالعكس. فبالتالي انت اذا شفت يورين كالسيوم بلازما كالسيوم لا تدخ، انت مجرد انت برنسبل فاهمه وعارفها فاتس اوكي. طيب الجيتلمان ليش دا يقلل المغنيسيوم وياه؟ من يتذكر يحكي لي يقول ليش وياه نشوف اكو لو مغنيسيوم او هايبو مغنيسيميا؟ بالضبط، لان كان الكالسيوم والمغنيسيوم بيصير بيها بارا سيلولار ري ابسوربشن، فبالتالي نتيجه لهذا البارا سيلولار ري ابسوربشن صار بيها انهبيشن،
راح يقل ايضا المغنيسيوم بالضبط عاش تيفكم. تمام. واخيرا عندي طبعا لودل سيندروم وسيندروم اوف ابرنت مينرالي كورتيكويد اكسس. طبعا الاثنين يزيد عندي الصوديوم يزيد عندي مينرالي كورتيكويد اكتيفيتي فاتوقع البلد بريشر اليفيتد نتيجه لهذا الاكسسيف عاده ايش اسمه صوديوم اليفيشن اوكي واكسسيف مينرالي كورتيكويد اكسس تتوقعون الرنين راح يزيد يقل انتو يعني بالمنطق بالضبط عندي يصير عندي صوديوم اند ووتر ريتينشن فبالتالي ما احتاج بلازما رينين وما احتاج بلازما الدوسترون. لهذا احنا مثل ما قلنا من نشوف ليدل سيندروم ببساطه راح نشوف بيشنت كانه عنده هايبر الدوسترونيزم بس بالواقع الالدوسترون راح تشوفه لو هاي النقطه الاساسيه راح يميز لك راح يجيب لك ميتابوليك الكالوسيس ويجيب لك هايبوكاليميا ممكن هايبر ناتريميا كل هاي يجيب لك اياها بس انت تخلي ببالك انه with low aldosterone خلاص هذا اختار ليدل سيندروم. فبالتالي اعتقد هذا التيبل كلش واضح ماكو اشكال. تمام اوكي. طبعا احنا الفارماكولوجي تكلمنا اعتقد بس بقى المانيتول ما حكينا عنه بالمحاضره السابقه لو تكلمنا عنه. تمام ماكو مشكله هسه نحكي. طبعا احنا حكينا عن اسيتوزالاميد او الكربونيك انهيدريز انهبيترز وعرفنا ان هي تشتغل كانت على البروكسيمال كونفوليوتد جول عن طريق انهبيشن اوف كربونيك انهيدريز وعرفنا ان هي تقريبا اهم شيء تعرفها انه هي عاده ايش راح تسوي لي اسيدوسيس دو الكالوسيس كسايد افكت مالتها بالضبط راح تسوي لي رينال تيبولار اسيدوسيس وهذا التايب لان على بروكسيمال نسميه بروكسيمال ار تي اي واحيانا نسميه تايب 2 رينال تيبولار اسيدوسيس بالضبط. عرفنا اللوب ديارتيك كان يشتغل على عاده نشوفه على اللوب اوف هنلي اللوب ديارتيك وبالتحديد كان يشتغل على السيندينج بورشن اوكي عن طريق انهبيشن صوديوم بوتاسيوم تو كلورايد هذا اللوب ديارتيك سايد اوف فانكشن اوف لوب ديارتيك. الفيزات كان يشتغل على الديستال كونفوليوت تيبول عن طريق الصوديوم كلورايد شانل انهبيشن. واخيرا عرفنا انه عاده البوتاسيوم سبيرنج دايرتك تشتغل على الكولكتنج تيوبول هاي النقطه الاساسيه اللي نريد نعرفها. هذا اللي يهمنا واللي حكيناه وعرفناه. طيب بقى عندي كم شغله افتهمها او نحكي للمانيتول وبعدها نفتهم الالكترولايت ديستربنس والاسيد بيس ديس اوردر اللي تصير عندي والدايرتكس. اول شيء عندي شيء نسميه المانيتول. المانيتول طبعا اعتقد ماكو واحد مداوم من نيورو سيرجري باي مكان ما شايف يستخدمون المانيتول. المانيتول اذا اريد احكي معلومه واحده يهمني انه تفتهموه قبل ما نحكي هذا كيس سيناريو خلوه ببالكم. انت مقيم دوري لازم ردها شلون دكتور؟ دقيقه هسه اشوف السؤال مالته. مغنيسيوم حالة شو اسمه غير صعب. لا لا مو دكتور هنا بهالحالة هذا نتيجة لهذا المغنيسيوم عادة راح يطلع اكو اوزموتيك افكت راح يطلع ويا شو اسمه ويا الفلويد اللي دا نخسره بالجيتمان سيندروم لهذا نشوف هايبو مغنيسيمي هاي النقطة الأساسية اوكي ويا الاوزموتيك افكت مو ويا الكالسيوم هاي النقطة اوكي. فبالتالي المانيتول إذا أريد نقطة واحدة نعرفها تخيل انت كيس سيناريو هاي على فكره انا واحد انا شخصيا مر بي هاي الكيس انت لازم ردها مثلا وعندك بيشنت مثلا ايا كان السبب مالته برين تيومر او تروما او اي شيء وهو عنده ريز انتراكرينال بريشر ونعطيه مانيتول هناك فجاه بالليل عاده وانتم دائما اعتقد المقيمين الدوليين شايفين كل المشاكل الماديه تبدي بالليل تصير عاده بالنهار تمشي الحياه كلش ورديه وراها بالليل تبدي المشاكل تصير فانت بالليل عاده بال11 ب12 بال1 بالليل هاي وقت المشاكل فجاه اجاك الريلاتيف مال بيشنت وانت كنت متوره عادي وشفته بالنايت تور البيشنت ستيبل اوكي قال لك دكتور البيشنت مالته يختنق انت رحت هذا البيشنت فحصته حطيت سماعتك على الجيست مالته شفت عنده بيزل كريبيتيشن اوكي جيت فحصت منها رجعت على التريتمنت مالته شفته ياخذ مانيتول تخلي ببالك بهيج كيس واحدة من السايد افكت المشهورة للمانيتول رغم هو دايرتك انه ممكن يسوي لك بولمونري اوديما هاي النقطة كلش مهم تعرفها اوكي وكلش طبعا لايف سيفنج هذا الشيء انت تخيل بالليل من تشوف بيشنت احنا عادة دائما من اعتقد الاطباء اللي يتفقون وياي من تشوف بيشنت انت بردها هو فجأة بدا عنده شورتنس اوف بريث هو كان بيشنت ستيبل
اي واحد بالمستشفى اول شيء تخاف منه وتفكر به لازم يكون عندك هاي ليفل اوف سسبشن له، اللي هو قضيه البولمونري امبوليزم. بس انت من جيت خليت سماعتك وشفت انت عنده بيزال كريبيتيشن اوكي البيشنت ده وداخل مانيتول، فكر دائما بولمونري اوديما، وممكن هيك بيشنت جاست كاحنا تعرفون المانجمنت مال بولمونري اوديما، البيشنت غير البوزيشن مالته بدل ما هو نايم سوباين تحاول يخليه ان سيتنج بوزيشن، تبدي ممكن حتى اذا ما خفت تاخذ ديسيجن انه تبدي دايرتك تنطيه اكسجين، شوف شويه صار بي بس هذا البوزيشن مي اكسجين صار البيشنت بي سلايت امبروفمنت، ممكن تنطيه ويا دايرتك اللي هو مثلا فيرسامايد لازكس كل شيء يصير بي امبروفمنت. فخلي ببالك انه المانيتول التيبكال عاده اذا يريد يسالكم يجيب لكم هيك سؤال، يجيب لك اياه انه يقول لك عاده بيشنت كان عنده فد داخل على ردهه النيورو، عندي فد مشكله سي ان اس ديسوردر، سويت ريزد انتراكرينيال بريشر، فانت بديت له تريتمنت ورا فتره اجاك البيشنت بشورتنس اوف بريث. واحده من الشغلات تخليه ببالك هي بولمونري اوديما ديو تو سايد افكت اوف مانيتول. بالضبط هو احنا اللي كمانجمنت اوف بولمونري اوديما بالضبط سيتنج بوزيشن، تنطي اكسجين، تنطي لازكس، ممكن تنطي حسب اللود بريشر نايت ريت، ممكن تحتاج ايضا تنطي اينوتروبيك ايجنت دوبيوتامين غيرها حسب يبقى هاي المانجمنت مالته. فبالتالي هاي المانيتول. طيب المانيتول شو بده يشتغل؟ شلون بده يشتغل؟ ببساطه المانيتول هم يسموه دائما سامعين يقول لك هو اوزماتيك دايرتكس. ليش هو اوزماتيك دايرتكس؟ لان ببساطه المانيتول راح يجي بالتيوبول يعتبر هو هاي اوزمالاتي، فهو يجي هنا بالتيوبول شلون بده يشتغل؟ بده يسحب ويا الووتر على طول التيوبول، فيقول لك هو عباره عن اوزماتيك دايرتك ذات انكريز التيوبولر فلويد اوزمالاتي، لان هو يعتبر اوزماتيك اكتف سبستانس. فبالتالي راح يزيد لك اليورينري فلو، راح يزيد لك الفلويد لوس، فيقلل لك الانترا كرينيال اند انترا اوكولار هايبرتنشن. الكلينيكال يوز الى طبعا هو ممكن تستخدمه اذا بيشنت طبعا بالانتوكسيكيشن بيشنت عنده فد دراج اوفر دوز، وهاي اكو هواي مانجمنت اله، واحده منهم ممكن تنطي مانيتور. بس طبعا هذا مو موضوعنا وعاده مستحيل تنسال عن هيك سؤال، اللي دائما تنسال عنه انه هو كيس انترا كرينيال هاي موست كمان، وممكن يجيب لك انترا اوكولار رغم انه هو طبعا مو دائما تستخدمه بالانتراكولار، اكو دراجز انذر بس هو ممكن تستخدمه ايضا اذا البيشنت كان عنده انترا انكريز انتراكولار بريشر. الادفرس افكت مالته طبعا هو كاي شيء اللي يسوي لي اكسسيف فلويد لوس، عاده المشكله الاساسيه اللي يصير عندي ما دام اكسسيف فلويد لوس ممكن البيشنت يتوقع يدخل لي بديهايدريشن، ممكن نتيجه لهذا ممكن يدخل لي بالكترولايت ديستربنس لان هو عباره يسوي لي ووتر ريابزوربشن، ممكن اضافه لهذا طبعا البيشنت والنقطه المهمه نعرفها ممكن يدخل لك البيشنت بولمونري اوديما. طبعا الميكانيزم هو شلون دايرتك يسوي لي بولمونري اوديما اللي هي نعتبرها كانه عندي فلويد اوفرلود يصير عندي، ليش يصير هذا الشيء؟ الميكانيزم مالته طبعا اكو هوايه ريسيرش وارتكلز على هذا الشيء، اللي له واس جاست جوجل ات واقرا عن هذا الموضوع، يعني احنا ما نريد نشرحه وياخذ من وقت، وهي اصلا لها هوايه ثيوري بس اللي له واس بس جاست يعني جوجل ات اكتب انه بولمونري اوديما the pathophysiology of pulmonary edema in patients in my own monitor treatment، راح اشوف هوايه اكو ارتكلز على هذا الموضوع. تمام اوكي، فبالتالي احنا هسه الدايرتك صارت عندنا فكره وفهمناها. طيب الامور واضحه، اكو مشكله لحد الان ك خلينا نقول اسيتوزلامايد كلوب دايرتك ثيازات دايرتك بوتاسيوم سبيرنج دايرتك كلها ببالكم وتعرفون السايت اوف فانكشن الكومن سايد افكتس. اوكي يا درك كان يسوي لي هايبر يوريسيميا مثلا، فبالتالي ما احاول ما استخدمه بالبيشنت اللي عنده جاوت برايتن. بالضبط قلنا الثيزات كان يسوي لي هايبر جلوك اللي هي هايبر جلايسيميا، هايبر يوريسيميا، هايبر ليبيديميا اند هايبر كالسيميا، فبالتالي خلوها ببالكم دائما. راح تشوفون احنا ان شاء الله بناخذ ليتر اون ان شاء الله بالكارديوفاسكولار نمر على انتي هايبر ليبيديميا، او عاده راح اشوف ايضا راح نحكي عن دراج يسوي الهايبر يوريسيميا. فبالتالي هاي الشغلات تجميعات ركزوا عليهم ان شاء الله احنا بالجنرال برنسبلز راح نمر على التجميعات والانديكيشنز والسايد افكتس مالتها، بس مجرد خلوها ببالكم. طيب يا دراج كان يسوي لي هايبر كاليميا من اللو من الدايرتك برايكم؟ بالضبط السبارنالكتون او البوتاسيوم سبيرنج دايرتك عاشتيتكم كلها كانت تسوي لي هايبر كاليميا، بينما البقيه كانت تسوي لي هايبو كاليميا. بالضبط تمام. يا دراجز من الدايرتكس كان يسوي لي هايبر كالسيوريا.
هايبركالسيوريا ركزي بالضبط اللوب دايرتيف كان يسوي لي هايبركالسيوريا يا درك كان يسوي لي ميتابوليك اسيدوسيس من اللوب دايرتيف من الدايرتيف سوري بالضبط الاسيتوزلامايد او هي الجروب الكربونيك انهايدريز انهبيترز عاشتيتكم هاي النقطه كلش مهمه عاشتيتكم نجي على الالكترولايت ديستربنس او الالكترولايت ابنورمالتي اللي تصير عندي بالدارتك احاول طبعا هذا التيبل قدامكم هذا من كابلان يعني كلش لطيف مجمع بي تقريبا اغلب الالكترولايت الميكانزم اوف اكشن يعني كلش لطيف ومفيد طبعا اوكي اول شيء ندي بال عندي صوديوم كلورايد راح اشوف انه يقول لك تقريبا with all diuretics راح اشوف urinary sodium chloride راح يزيد فبالتالي انت كل diuretic تستخدمه ممكن تشوف فيها hyponatremia ممكن تشوف normal sodium level فبس تخلي ببالك انه بصوره عامه يختلف هذا ايش قد الصوديوم loss والكلورايد loss يختلف من diuretic لديuretic حسب البوتنسي او الديuretic فبس بصوره عامه اذا جاب لك patient اخذ diuretic وقال لك اخبار الصوديوم كلورايد in the urine تتوقع راح يزيد الصوديوم كلورايد باليورين هاي النقطة الأساسية أوكي أوكي طيب اليورين البوتاسيوم أعتقد إحنا حكيناها إنه بالتحديد ويا الثيازيد أو اللوب دايرتيك دائما كنا نحكي إنه عندنا سالفة ما تسوي لي هايبوكاليميا نتيجة للنكريز يورينري بوتاسيوم أوكي بس بالمقابل أتوقع يصير عندي ديكريز يورينري بوتاسيوم نكريز سيرام بوتاسيوم بالبوتاسيوم سبيرينج دايرتيكس وهذا أعتقد متفقين عليه اليورينري كالسيوم اخباره مثل ما قلنا انتوا هسه جاوبتوا قلتوا الدرج اللي كان يسوي لي هايبر كالسيوريا زي اليورينري كالسيوم كان اللوب دايرتكس اوكي عن طريق شنو عن طريق يقلل لي الباراسيلولر كالسيوم ري ابزوربشن اوكي فبالتالي اتوقع البيشنت النتيجه هذا ممكن يجي البيشنت بهايبوكالسيميا اوكي تمام بالمقابل الدرجز اللي راح يزيد لي او سوري يقلل لي اليورينري كالسيوم ويزيد لي البلد كالسيوم اللي هي الثيازيد من مثل ما الثيازيد يزيد لك البلد كالسيوم فيقلل اليورينري كالسيوم وهذا عرفناه وفهمناه بتفاصيله اعتقد هاي مو جديده تعرفوها كلكم معلومه طيب نجي على البلد بي اتش وهاي النقطه كلش مهمه انه ليش اكو دراجز او ميديكيشن او من الدايتكس تسوي لي مثلا اسيديميا تسوي لي البي اتش تقل بالمقابل اكو دراجز تسوي لي الكالوسيس البي اتش تزيد اول شيء عندي اشهر واحد يسوي لي اسيدوسيس طبعا اللي هو الكربونيك انهايدريز انهبيترز اوكي ليش دي يسوي لي عاده هو اسيدوسيس لان ببساطه هو اللي يقلل لي اتش سي او 3 ري ابزوربشن فبالتالي نتيجه لهذا يصير عندي اكسسيف لوس اوف اتش سي او 3 اللي اتفقنا قلنا هو نعتبره الكالاين فبالتالي النتيجه لهذا ممكن نشوف البيشنت عنده اسيدوسيس اوكي نقطه ثانيه دي يضيفها طبعا وهي مو كلش مهم تركزون عليها وتعرفوها بس اتس اوكي يقول لك انه انت اعتبرها فريقين اثنين باثنين اللي يسوي لك اسيدوسيس انت متفق على كربونيك انهايدريز انهبيتر وضيف وياها عاده بوتاسيوم سبيرنج دايرتيك ليش هذا الشيء؟ بيقول انه عاده الالدوستيرون احنا مثل ما نعرف البوتاسيوم سبيرنج دايرتيك الالدوستيرون المفروض هو كان شنو الوظيفه مالته اللي يشتغل السايد افكت اوف هايبر الدوسترونزم شنو هو يصير عندي الكالوسيس لو اسيدوسيس بالضبط كانت السايد افكت مال هايبر الدوسترونزم او البرزنتيشن شوف البيشنت الكالوسيس فمن ما عندي الدوسترون او دا اسوي اني انهبش للفانكشن اوف الدوسترون فبالتالي هذه الاس سي او 3 ابزوربشن والاتش سيكريشن كلها باعتبار انهبيتد فنتيجة لهذا أتوقع نتيجة لهذا راح ألقى شنو ألقى البيشنت عنده أسيدوسيس وأعتقد هذه منطقيا بس تتذكرون الألدوسترون فانكشن اللي هو كان يسوي لي ويا الأنجيوتونسين يزيد لي الـ HCO3 absorption وعادة يزيد لي الـ H secretion or X secretion فيسوي لي الكالوسيس من ما عندي هذه الفانكشن أتوقع أشوف أسيدوسيس ببساطة بغض النظر عن التفاصيل بالي الـ أسيدوسيس أشوفها with carbonic anhydrase inhibitors واشوفها with potassium sparing diuretics هاي النقطة الأساسية طيب الالكالوسيس اشوفها عن ويا اللوب ويا الثيازات diuretics واتفقنا عليه طيب ليش بيصير عندي هذا الالكالوسيس قال اول شيء احنا اتفقنا اعتقد نتيجة بالمثل نحكينا على البارتر والجيتلمان سيندروم
مو حكينا قلنا انه بارتا وجيتال مانسجرام اتوقع راح يزيد عندي الرنين والالدوسترون اوكي، فنتيجه حتى باللوب والثيازات دايركس اتوقع راح يزيد عندي الرنين والالدوسترون. الانجيوتنسين 2 راح يشتغل نتيجه زيادته على على البروكسيمال كونفلوت تيوبول، فراح يزيد لك الاتش سي او 3 ري ابزوربشن، وهذا حكيناه طبعا والميكانيزم حكيناه بالتفصيل. هاي اول ميكانيزم عن طريق زياده الانجيوتنسين 2 باللوب والثيازات دايركس راح اشوف البيشت ممكن يجيني الكالوسيس. هاي النقطه الاولى، ليش؟ لان ديو تو اكسسيف اتش سي او 3 ري ابزوربشن بروكسيمال كونفلوت تيوبول. النقطه الثانيه يقول لك انه السيلز هي عندها هيدروجين بوتاسيوم اكسشينجر، اوكي دي سي بي اكسشينج. انا ببساطه من دي سي عندي اكسسيف بوتاسيوم لوس، اوكي السيل عاده تحاول تعوض هذا اللوس عن طريق شنو؟ تحاول تطلع الاتش وتزيد البوتاسيوم ري ابزوربشن ك كومبنسيتوري ميكانيزم، اوكي. فنتيجه لهذا ممكن اشوف شنو ال H دي يصير بي اكسشينج وذا البوتاسيوم، فبالتالي اشوف ايضا من دا افقد H دا افقد اسيد، فبالتالي يصير عندي الكالوسيس. وطبعا النقطه الثالثه اللي دا يقول لك انه ممكن ايضا يصير بيها اكسشينج وذ بوتاسيوم وذ صوديوم، رغم انه هذا الشيء ما يعني لنا، بس المين ميكانيزم اللي تركز عليها وتعرفها هي الافكت اوف انجي، اوكي. اعتقد هذا حكينا صح على الافكت بالبروكسيمال تيوبول، وحتى الافكت ممكن الالدوسترون، هاي النقطه الاساسيه اللي بدنا نعرفها. متفقين على هذا؟ اكو مشكله لحد الان لو واضحه الفكره ليش دي سنه عندها الكلوسز واسيدوسز، واحد يسوي لي اسيدوس يا هو الكلوسز، اوكي. ها ببساطة يعني احنا عادة بنحسب البي اتش بنحسبها على مستوى انتراسيلير او اكستراسيلير، برايكم انتم من تاخذون بلاد انتم تاخذون من انتراسيلير او من اكستراسيلير؟ بالضبط، انا دائما كل الدراسات مالتنا بنحسبها على البلازما اللي هو الاكستراسيلير، فبالتالي احنا من دي يصير عندي لوس اوف بوتاسيوم ممكن يصير عندي اكستشينج، انا دا اشوف البوتاسيوم دا يقل فبالتالي اسوي اكستشينج احاول البوتاسيوم يعوضه بالاكستراسيلير، فيبدي الهيدروجين ايون يدخل انتراسيلير فيقلل لك اياها. هاي الفكره، وممكن على مستوى التيوبول يزيد لك الاتش سكريشن نفس الشيء، يعني سواء نحكي على مستوى البادي اتوم او على مستوى التيوبول. هاي النقطه. اكو سؤال لحد الان حتى عندي بالاسيد بيس ديس اوردر، لو تمام الامور.